بسم الله، السلام عليكم. اليوم عندنا عربيات الصوص. طبعا عربيات الصوص يعتبر يستخدمون الباستا ويستخدمون البيتزا، يعتمد اكثر شيء على شغلتين، الثوم والطماطم، وينكهه بالبيز اللي هو الريحان. نبدا الحين بالثوم قبل ما نحط الزيت، قبل ما نولع النار. ايضا حط عليه زيت زيتون. الحين تولع النار، الحين نولع النار وعلى نار هادية جدا. ليه؟ زيت الزيتون لازم يشبع من النكهات اللي تطلع من داخل الثوم، فنخليه على نار هادية إلين ما تشم ريحة الثوم بشكل مرة مرة ملحوظ. شوف شلون قاعد أحركه، مرة ملحوظ. بعدين نضيف الطماط، بس انتبهوا ضيف الطماط قبل ما يتغير لون الثوم. لاحظوا شو اسوي، عشان زيت الزيتون بيصير خاص، بيصير بطعم الثوم. الحين قبل ما يتغير لون الثوم نزل الطماط. طبعا هذا الطماط تقريبا كيلو ربع طماط مقشر ومقطع. بدل الطماط يغلي حطوا عليه ملعقة ونص معجون الطماطم مع شوي ماء، يخلطوا عدل وضيفوا عليه كله. حركوا، حطوا عليه الملح، سكر، فلفل أسود بس مطحون نص طحنة، تقريبا ملعقة طعام، والتشيلي فليكس. الحين حركوا، غطوا عليه، حطوا على نار هادية جدا زي الشمعة، غطوا عليه، خلوه يطبخ، يسموه بالإنجليزي السمر، خلوه يطبخ لمدة 45 دقيقة تقريبا. بعد نص الوقت نزلوا عليه ريحان، وكثر الريحان زين، وحركوا شوي. الحين نغطوا عليه مرة ثانية، خلوه يكمل 45 دقيقة، وساعة أيضا بيكون أفضل ساعة. بعد ساعة شوفوا ما شاء الله شلون ثقل، ثقل معانا وغمق معانا. بعض الإيطاليين خاصة العجايز حقهم يطبخون لمدة ساعتين أو 3 ساعات، فيطلع معهم أغمق من كذا. شوف شلون اللون تغير. إن شاء الله برويكم المرة الجاية شلون نستخدمه في الباستا زين. أهلاً وعليكم بعافية، ولا تنسوا من اللايك والكومنت.